المعاني الموسعة للفرج تشمل ما يلي: ثمانية معاني للفرج. ثمانية معاني للفرج. الأول الفرج بزوال المشكلة، وهذا هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن كل الناس، أن الفرج هو زوال المشكلة. المعنى الثاني للفرج الفرج بالتخفيف، وهي أن المشكلة قد لا تفرج بالكلية لكن يخف وقعها وتخف وطأتها على الإنسان، هذا الفرج بالتخفيف. الثالث الفرج بالعون والمساعدة والمساندة، يعني أن الله يعينك على ما أنت فيه ويسر لك الحلول بإيجاد حل ومخرج للمشكلة. الرابع الفرج بالصبر والتحمل، فالله معك يعينك، بمعنى يسهل لك الصبر ويسر لك التحمل. المعنى الخامس من معاني الفرج الفرج بالسلوان للمشكلة وتجاوزها، وعدم الاستئسار للمشكلة ويكون الإنسان أسير للمشكلة بل يتجاوزها ويسلع عنها. الفرج بالسلوان هذا أحد المعاني الجميلة والموسعة للفرج. المعنى السادس للفرج الفرج بالتعويض، نعم الفرج بالتعويض، يعوضك الله عما أنت فيه بشيء آخر في الدنيا، قد لا تنحل هذه المشكلة ولا تخفف لكن يعوضك الله في شيء آخر، وهذا أحد المعاني الجميلة للفرج أيضا. السابع الفرج بالأجر، وهذا أمر يختص به المسلمين، أنه مهما ضاقت بك المعاني الأخرى للفرج يبقى الفرج بالأجر، وأن الله سبحانه وتعالى سيثيبك على مصيبتك، ولن يجمع لك كربين في الدنيا والآخرة، ولن يجمع لك ألمين في الدنيا والآخرة، ولن يجمع لك المعاناة في الدنيا معاناة في الآخرة. الثامن من معاني الفرج الفرج بنزول السكينة والرضا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فالرضا والسكينة قد يكون هو أهم من زوال المشكلة نفسها.